إيه الفارق الجوهري، معلش هتستغرب من سؤالي، ما بين فكر جماعة الإخوان وفكر الأزهر الوسطي؟ إيه الفوارق الجوهرية؟ الأزهر، وحضرتك عايزين نقول للسادة المشاهدين حضرتك حاصل على عالمية الأزهر، نعم، وعلى الدكتوراه بتاعتك من ألمانيا الغربية وقت ما كانت ألمانيا، فحضرتك مزجت ما بين الفكر الإسلامي والدراسات الغربية. الأزهر في الأول في الخمسينات والستينات، ويظن الناس أنه لأنه تابع للسلطة ما كان مع الإخوان المسلمين. لا، هو فكرته الأزهر مثل فكرة جماعة محمد عبده، أن ليس هو الذي يتولى إدارة الشأن العام ولا عنده مذهب في إدارة الشأن العام. حضرتك، أنا رحت على مصر بعد أسبوع، وهذه ذكرى لا تخطر لي كل يوم، بعد أسبوع على إعدام رحمه الله سيد قطب، وأعدم أو في 29 أو 30 أغسطس. جاء في أول العام الدراسي لتدريس من الشيخ محمد أبو زهر، كنا حوالي 25 طالب، نصفنا شوام من غزة، يعني من لبنان وسوريا وفلسطين، والنصف الآخر مصري. فتجرأ شامي وسأله، قال له ما رأيك في الحدث الحاصل؟ قال له أعرف ماذا تقصد، بس إذا كنت شجاعا قل لي ماذا تقصد. قال له إعدام سيد قطب. فقال له أنا أعرف أنكم ستبلغون الأمن، أحدكم سيبلغ الأمن عني. محمد أبو زهرة تعرفه، أنه هو محمد أبو زهرة آخر كبير الفقهاء الكبار في العالم الإسلامي، أعرف أنكم ستحدثون الأمن عني، ولكن قتل سيد قطب بل والإخوان الآخرين ظلم وطغيان وباطل، لكن يا أولادي ليس في الإسلام نظام حكم. الشيخ أبو زهرة، الشيخ أبو زهرة، ليس الإسلام في الإسلام نظام حكم، بمعنى أن النصوص تقتضي في الإسلام تجربة تاريخية اسمها الخلافة واسمها السلطنة واسمها كذا وكذا، لها عشرات الأسماء، هذه التجربة التاريخية. ممكن دلوقتي تبقى الرئاسة، ممكن تدرس، ممكن يكون نظام، ولكنها تجربة تاريخية لا يقتضيها الدين. أما ما يقوله الإخوان من أن الدين يملك نظاما للحكم فهذا غير صحيح. قال له واحد غزاوي غليظ شاب حاد كان، قال له ايه، ووصل محمد ابو زهر اللي يقول، وهذا راي محمد عبده، والا لدعا لدوله اسلاميه، يعني وهو مفتي مصر، كان يقول انه نظام الحكم في الاسلام مدني، يعني لا يملك نظاما خاصا مثل الانظمه المدنيه، بعضها انظمه سلطويه وبعضها انظمه ديمقراطيه ولكنها أنظمة دنيوية. قال له نحن نعرف جميعا أن الإسلام دين ودولة، فلماذا لم يعرفه الإمام محمد عبده؟ قال له أبو زهرة، وكان معروفا بسخريته الحادة، قال له أبو زهرة شوف يا ابني، لأنه الإمام محمد عبده ما كانش يعرف ما عرفه حسن البنا ولا حسن المأمون. وضحك حسن المأمون، كان مفتي، كان أيوة، كان وقتها شيخ الأزهر، وكان يمزح فيه أنه جاء ضعيفا، بعد يمزحوا عنه، جاء ضعيفا رحمه الله بعد محمود شلتوت الذي كان شيخا شيخ كبير من مشايخ الأزهر. محمود شلتوت، يعني حسن المأمون كان تابعا للسلطة، كان فقيها متميزا، أنا سمعته عشرات المرات، ولكنه كان ضعيفا، فعم يمزح أنه عم بيقول أنه محمد عبده لا كان مثل حسن البنا ولا كان مثل حسن المأمون. يعني ما توفر لديه من معلومات في ذلك العهد. لا يمزح. عم يقول أنه ما كانش يعرف محمد عبده أن الإسلام دين ودولة، بينما عرفها حسن البنا، وعرف حسن المأمون أن نظام عبد الناصر هو الدين والدولة، وعرف حسن المأمون وعرف حسن البنا أنه الإسلام يملك نظاما سياسيا كاملا للحكم. يعني مسألة حملت أوجه، ليست حملت أوجه، لا شك أن هويتنا العامة هي الهوية الإسلامية، وقلت إنها
لأن هناك منظومة أخلاقية في الإسلام لا شك أنها تؤثر في أفكار المسلمين وهم يحاولون إصلاح إدارة شأنهم العام. لكن الإسلام لا يملك بمقتضى الدين وبمقتضى النصوص نظاما للسلطة معين كما معين مربوط بشخص كما عند الشيعة أو مربوط بقانون وشريعة كما عند جماعات الإسلام السياسي السنة اللي دخلوا فيه في الأول الإخوان المسلمين والآن دخلوا فيه أيضا السلفيون الجدد. ماذا يعني هذا؟ يعني الأزهر لا يؤمن بأنه الإسلام دين ودولة. لا سأصل. الأزهر عنده مقاربة ثالثة. إيه؟ قد لا يعونا هم ولكنهم يفعلون. لا كيف أستطيع وأنا رجل الإسلام الكبير أن أقول أنه أنا ضد أن توجد الشريعة في الدستور؟ فماذا فعل الأزهر؟ بل ماذا فعل من قبله منذ بدأت هذه الفكرة؟ في الأول كان محمود شلتوت والآخرون يقولون ما فيش في الإسلام نظام. بعد ذلك بدأوا يقولون بل في الإسلام نظام حكم ولكنه نظام حكم ليبرالي. يعني كيف؟ يعني نحن نقر بأنه تحت الهوية العامة التي نقرها جميعا هناك مبادئ عامة كبرى إسلامية تقتضي نظاما تقدميا يا سيدي مستنيرا. ولذلك يعني دولة وطنية عصرية دولة زي ما قالوا في مثل ما قال في وثيقة الأزهر الأولى مستقبل نظام الحكم في مصر دولة وطنية عصرية تقوم على المواطنة ما قالوش مدنية لأنه الإخواني اللي كان حاضر معهم قالوا مدنية يعني علماني فقالوا دولة. فنحن نقر أن الشريعة تملك أسسا لنظام حكم إسلامي إنما هذه الأسس كلها عصرية ومدنية وتعددية وديمقراطية. يعني ما قالوش مدنية لكن قالوا ما معنى المدنية. ما معنى طبعا لما يقول عصري وتعددي وكذا وديمقراطي يعني مدني. بس ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم تبنوا العنوان وفسروه أولوه تأويلا حديثا. طبعا هذه المحاولة هذا ما أمكن الوصول إليه هذا ما فعله الكويتيون منذ 20-30 سنة. يعني السلفيون والإخوان يسمون نفسهم الإخوان الحركة الدستورية يعني أنصار دستور ويقولون إن أسلافنا المسلمين في السلطنة العثمانية أقروا بالدستور لتحديد صلاحيات الحاكم وسلطات الحاكم فدخلوا في محاولة تشبه محاولة الأزهر وتشبه محاولة عشرات العلماء المسلمين الآخرين الذين يقرون. طبعا هناك علماء لا يقرون ذلك وهناك ثلاث الفرع الثالث فرع علماني سنعود إليه. إنما لنبقى في الأصل المحاولة السائدة الآن داخل الإسلام السني هو أنهم انجروا إلى القول كما يقول الإخوان وكما يقول السلفيون الجدد بتطبيق الشريعة. لكن تحت هذا العنوان والذي بدأ الحقيقة لدى الفقهاء الدستوريين المقتربين من الإخوان مثل محمد سليم العوا ومثل الشيخ القرضاوي ومثل طارق البشري ومثل أحمد كمال أبو المجد أن يؤولوا الشريعة تحت هذا العنوان تأويلا مستنيرا حتى لا أقول أو منفتحا حتى لا أقول ديمقراطيا أو ليبراليا أو ما شابه. وهذه هو هذا نفس اتجاه الأزهر. هذا عليه أخطار فيه أخطار. واحد تظل في هناك اشتباهات حول هل الأمة مصدر السلطات. هلا هم يلعبون على الألفاظ فيقولون المرجعية العليا للشريعة والأمة مصدر السلطات. هذه جديدة كمان على فكرة الإخوان من عدة أشهر يتحدثون عن الدولة المدنية لما وصلوا للسلطة صارت الدولة المدنية. يعني ما كانوش يقروها. كنت أسمع رجل اسمه أبو بركة أو بركة على التلفزيون أبو بركة المتحدث يقول لهم أبدا ليست دولة مدنية ولكن هي دولة عهد المدينة كلام. ولكن الآن يقولون سمعت عدة شيوخ من بينهم يعني
وناس فانكشنريز عندهم يقولون هذا الأمر. فعندنا مش اشتباه المفاهيم في قصة مصدر السلطات، يعني المرجعية العليا وإيه يعني مصدر السلطات. قبل أن نناقش لماذا قامت الثورات، قامت لقلة الدين حسني مبارك وهو والسادات هم اللي عملوا هذه المواد اللي في الدستور، مش عملوها في الدستور 1971؟ أيوه. فإسلاميتهم المعلنة لا تقل عن إسلامية الإخوان يعني. المسألة قامت لإصلاح إدارة الشأن العام، فلماذا تجعلون تطبيق الشريعة والدعايات الانتخابية الشديدة الفظاعة حول الإسلام والحل وما شابه وتجعلونها هي الأصل يعني لكسب الشعبية، ولكن هذا يهدد الدين كما سأذكر ذلك فيما بعد. المسألة الأولى إذن هذا الالتباس في المفاهيم، شو يعني المرجعية العليا، شو يعني الأمة ومصدر السلطات، بتكون المرجعية للأمة وليس، ولماذا تقيمنا الأمة في مواجهة الشريعة؟ ما الأمة هي التي تصون الشريعة وتحتضن، وما قيمتكم أنتم إن لم تكن الأمة المصرية هي التي تحتضن الإسلام وتصونه، تحتضن الإسلام وتصونه، وهي عندما تأتي بكم بأكثرية في البرلمان أو في الرئاسة أو ما يشابه، ليس لأنها قليلة الدين وينبغي أن تطبق الشريعة عليها، تطبق الشريعة عليها من فوق باعتبار أن الشريعة ناقصة في الدولة وناقصة في المجتمع. الشريعة هي الدين وهي كاملة في الدولة والمجتمع، وليس عندنا مشكلات كبرى، مشكلاتنا إصلاح إدارة الشأن العام فقط والنهوض بإدارة الشأن العام، وهذا يأتي من إدراك الناس لمصالحهم، من إنشاء المجتمع السياسي الديمقراطي الجديد، من إزالة الفساد، من كل هذه الأمور الأساسية هي التي ثرنا من أجلها جميعا على السلطات السابقة، على القذافي وعلى مبارك وعلى بن علي وعلى الأسد وعلى الرئيس اليمني. كل هذه الأمور ليس فيها لا خوف على الأمة ولا خوف على الدين، فلماذا تعتبرون أن المسألة هي أن نصحح دين الناس أو نكمل دين الناس أو نطبق دين الناس وبواسطة السلطة السياسية تسلمون السلطة يعني السياسية يعني المقدس؟ وكأنك تقول أن هناك مريض تم تشخيصه بمرض ما، فالعلاج الموصوف الذي تقدمه التيارات الإسلامية الآن أو تيارات الإسلام السياسي ليس للمرض ذات ولكن لمرض آخر، لمرض موهوم. موهوم 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 يعني، ولكنه صنع خلال 50 سنة. خائفون على الدين، تغرب الدين وعن الناس، ونريد استعادته ونريد أن نحيا حياة حميمة إسلامية حتى في جانبها السياسي. طب ممكن حد يرد عليك يقول لك طب وما الضير في ذلك، حتى لو كان ذلك تصور موهوم لكنه محاولة لإحياء الدين، حضرتك بتكلم عن فكر الإحياء. واحد لأنه تكليف للدين بما لا يطاق. زي في فضيحة أكبر للدين من أن تقول لي إن هناك نظاما للاقتصاد الإسلامي، وأول ما توصل للسلطة الطالب ب5 مليار دولار من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، وين هو نظام الاقتصاد؟ أين هو نظام الاقتصاد الإسلامي الذي طوشت رأسنا فيه منذ فيه الآن في ما يسمى البنوك اللاربوية والمصرفية الإسلامية مليارات الدولارات، وقل لي كيف تسهم هذا وما حاجتك إلى الرأسمالية، النظام الرأسمالي العالمي إذا كان عندك هذه الثروات الهائلة. ومش بس كده، وعندك نظام، عندك كتاب القرضاوي مشكلة الفقر وكيف حلها الإسلام، ونظام الزكاة وتطبيقاته، وعشرات الكتب، عشرات الكتب والمؤلفات ومئات المؤسسات التي تقوم على الصيرفة الإسلامية، والآن عايزين يطلعوا السكوك الإسلامية. طيب مدام في هذا النظام الهائل والمتعاظم، هذا تكليف للدين بما لا يطاق، ضحك على الدين بما لا يطاق. يعني بمعنى أنا ما عنديش مانع، يعني أنا شخصيا طبعا عندي مانع، بس أنه لا أستطيع أن أمنعهم من أن
يضحكوا على الناس في الانتخابات يقولون الإسلام هو الحل وتطبيق الشريعة وكذا، ولكن هذا مضر أيضا من الناحية العملية، ليس فقط من الناحية النظرية مضر للدين، من الناحية العملية لما بيجي أنا سلفي أقول انتخبني لأن برنامجي الديني أحسن من برنامج الإخواني أو التحريري أو الجماعة الإسلامية، والإخواني يقول نفس الشيء، ما بيصير في أديان في الآخر. حضرتك قلت في بحثك هذا أنه التحزب في الدين خطر شديد، خطر على الحزبية وخطر على الدين، على الدين لأن التحزب سياسي، ليس في الدين أكثرية وأقلية، كل الناس مسلمون، نحن لسنا فرقة من الفرق الإسلامية التي تخشى على نفسها وتعتبر أن هي الفرقة الناجية، نحن الإسلام كله تقريبا، فلماذا نعمل بيننا أكثرية وأقلية باسم الدين؟ أما التحزب السياسي فهو ضروري، أنا عندي برنامج سياسي أحسن من برنامجك السياسي وعندي برنامج كذا، يعني تفتكر صحيح أنه عنوانه إسلامي حزب العدالة والتنمية، ولكنه عنده برنامج للتنمية وقد نجح فيه، أنه زي الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني وهو يحكم ألمانيا حتى الآن، حكمها منذ الحرب العالمية الثانية. طب إيه الفارق الجوهري ما بين الحزب أردوغان وجماعة الإخوان؟ أنه لا يزعم أن الإسلام يملك نظاما للحكم، وأنه بمقتضى الدين ملزم بتطبيقه، ولو كان يزعم ذلك لما استطاع، لما وصل يا سيدي، كذب على الناس وبعدين لما طلع وصل للسلطة قال لهم بدي أطبق نظام الحكم الإسلامي عليكم، لم يقل لهذا لا قبل ولا، سألته أنا قال لا، عندنا أصول أخلاقية إسلامية ونحن كنا نريد رفع الاضطهاد عن المتدينين فقط، يعني يلبسوا على رؤوسهم، ممنوع المرأة تلبس على رأسها، يعني أشياء بديهية يعني الحياة الإسلامية، لكننا نعتمد في نجاحنا على البرنامج التنموي العظيم وعلى العلاقات التي نقيمها لتركيا في العالم. في حديث بيني وبين أردوغان بحضور كان الرئيس السنيورة معنا أيضا والأستاذ نهاد المشنوق، فالذي أزعمه أنك عندما حتى في الحل الإصلاحي هذا الترشيدي كان يسميه مفكرو الإخوان المسلمين والقريبين منهم في الثمانينات ترشيد، ترشيد الصحوة، وهم حركة سلمية يعني لم يمارسوا العنف، النظام المصري كان يتهمهم بذلك، النظام المصري السابق هم لم يمارسوا العنف، ما ثبت على أحد منهم شيئا بهذا الصدد، إنما هذه المسألة في ترشيد الصحوة أنه في أقصى حدودها ما يفعله الأزهر، أنه يفسر الإسلام تفسيرا مستنيرا ولكنه يقر عمليا وليس نظريا بأن هناك نظام حكم، ولكن نظام حكم على شاكلة الأنظمة الحديثة أو يتلائم مع الأنظمة الحديثة. أنا أرى كما قلت إنه تكليف للإسلام بما لا يطاق، لأنه في كل مرة حنيجي للحل الرأسمالي أو الحل الاشتراكي، هذه في مسألة الإقصاء، في مسألة الإدارة السياسية وفي مسألة الإدارة القانونية، يعني جميل الذي فعلوه، بعدنا عم نتكلم أنه من سيئات النظام السلطاني الإسلامي القديم أنه كان يتدخل في القضاء، جميل أن يعطل المحكمة الدستورية بحجة أنها من الفلول أو بأية حجة، كله فقط لتثبيت السيطرة، وجميل أنه يخاف من الإعلام، ما دمت أنت لا تملك سرا وأنت حياة سياسية علنية ونجحت في انتخابات حرة، ما الذي يخيفك من الإعلام؟ بالعكس الإعلام رقابة وحساب، ما دمت تأبى أن تراقبك المؤسسات البرلمانية والمؤسسات القضائية، فلا أفهم. فأنا أقصد أن كل هذه التصرفات تدل، لا تدل على عقائدية بقدر ما تدل على براغماتية، والعقائدية هي موروثة من يوم اللي كانوا في المعارضة، أنه تزعم هذه الأفكار الكبرى وأنك تريد شيئا كبيرا مختلفا تماما عن النظام السائد، هذا لم تعد مضطرا إليه، ثبت لك أن الناس معك، فخلاص بصراحة ووضوح قل إن الشعب مصدر السلطة، وبالعكس بذلك تصون دينك وتحميه، تحمي المجتمع، وإلا إذا ظللت تزعم لتثبت سلطتك أن الدين أساس سلطتك وأنك تريد تطبيق الشريعة عن طريق السلطة السياسية، فإنك تسلم المقدس إلى السلطة السياسية لتخليدها، لتخليدها، ليس هناك القذافي بالكتاب الأخضر واللجان الثورية سنة 40 سنة
فكم يسود نظام الإخوان بالشريعة بالمقدس بتسلم الإسلام نفسه، أنه في الواقع في نظر الجمهور عندما وعد هكذا كانت الشعارات السلفية أثناء الدعوة للدستور. لكن سيظل مقياس نجاح الإخوان لتطبيقهم للشريعة والدين ولا لتطبيقهم لحل المشاكل الطاغطة على الإنسان في مصر؟ طيب، لا شك لحل المشاكل الضاغطة على الإنسان في مصر، بس لماذا ندخل الإسلام في هذه المعمعة؟ لأنه لو فشلوا حيبقى فشل للإسلام. نعم، وكأنه فشل للإسلام. يقولون لك لا، بيكون نحن أخطأنا في فهم الشريعة أو أخطأنا في سياسات الدولة. يقولون إنهم سيقولون ذلك، إنما ما ضرورة ذلك؟ أنا أعذرهم بأنهم عندما كانوا في المعارضة كانوا مستعدين، كانوا محتاجين لاستخدام كل الأسلحة. وأنا أقول إنه بالنسبة للحل الإصلاحي الذي ذكرته واللي هو محتمل ومقبول وما عندناش غيره الآن، أنا عندي حل آخر ولكن أذكر الحل هذا الآن. طيب، ما هو يحتمل تفسيرا آخر، إيه هو؟ طيب، أنا بفسر الدين وبفسر الشريعة تفسيرا منفتحا ومستنيرا، نظام العدالة والحرية والديمقراطية. السلفي بفسرها تفسير تاني، حكم الكتاب والسنة. شو بقول له؟ هذا تفسير مشروع وهذا تفسير مشروع، أقعد أحاججه. هذا بيحتكم للجمهور، بيأخذ 25% من أصواتي. فالحل التقدمي تحت راية الإسلام بيأخذ مثلا 40، بيأخذ الثاني 25، فينقسم المجتمع باسم الإسلام. لماذا؟ فلينقسموا إلى ليبراليين وإلى محافظين بدل ما ينقسموا إلى سلفيين وإخوان.